مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. سيد جمال، بعد التحية، يعني ما هي النقاط التي ستناقشها اللجان الفرعية للتمهيد لانطلاق الحوار على مستوى اللجان المختلفة؟ كل التحية لحضرتك والسادة المشاهدين. خلينا نقول أنه مجلس الأمناء خلال ساعات قليلة سيسدل الستار على المراحل الإجرائية النقاشية التي احتاجت إلى مزيد من الجهد والوقت طوال الفترات الماضية لتطلق الجلسات الرئيسية للحوار الوطني عبر ثلاثة محاور مهمة ورئيسية. المحور السياسي وتضمن خمس لجان، المحور الاقتصادي وتضمن ثمان لجان، المحور المجتمعي وتضمن ست لجان. إذن نحن أمام 19 لجنة، يندرج تحت كل لجنة خمس موضوعات أو ست، بعضها خمس موضوعات وبعض المحاور الأخرى ست موضوعات. إذن نحن نتحدث عن 100 قضية ومئة موضوع اتفق مجلس الأمناء على ترتيب أولوياتهم حسب أهميتها وأهميتها بالنسبة للدولة والأولويات العمل الوطني والقضايا الملحة والضاغطة. كل 100 موضوع، كل موضوع بياخد ما بين لو افترضنا انه كل جلسة بيشارك فيها 30 حسب ما اتفق مجلس الأمناء، إذا نحن أمام اختيارات من بين 3000 شخصية وخبير ومتخصص في كل في مجاله عبر الثلاث محاور. طب هل تم الاتفاق على عدد من الشخصيات في المحاور الثلاث المختلفة؟ النقاشات لا تزال او الاسماء لا تزال قيد البحث والدراسه، بعضها تم حسمه وهي اسماء بارزه، ولكن دعني اؤكدك واقول لك بصراحه انه اللائحه تمنعني من الافصاح عن بعض المعلومات قبل صدورها في بيان رسمي وفقا لكود الأخلاقي داخل مجلس الأمناء ومدونة السلوك وغيرها. لكن أبشرك وأؤكد لك على أنه الأسماء جميعها من كبار المتخصصين والخبراء، وهناك معايير تم وضعها بين مجلس الأمناء لاختيار الأسماء في مقدمتها الكفاءة وحسن والسلوك والسمعة والمصداقية لدى الرأي العام والشهادة له بأنه صاحب خبرة وتجربة كبيرة في مجاله، وبالتالي هناك إبحار كبير جدا في قائمة تضم كما ذكرت لحضرتك 3000 نحو 3000 اسم، وسيشاركون في نقاش لمئة قضية بما يمثل نحو في المتوسط ما يزيد عن قرابة الألف وخمسمائة أو 3000 ساعة أيضا. وبالتالي هنا الأسماء ممثلة أيضا من كافة القوى السياسية، هناك الحركة المدنية، هناك الأحزاب والحركة المدنية تضم 12 حزب، الحركة الأحزاب الأخرى أيضا، القوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، أصحاب المقترحات التي قدموها، هناك شخصيات عديدة، عشرات بل مئات. طب سيد الشخصيات قدمت اقتراحات إلى الأمانة الفنية، وكل هؤلاء سيتم مشاركتهم في الجلسات. هل ستتحرك اللجان الثلاث أو المحاور الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وقت واحد، أم أن هناك أولوية لمحور عن آخر؟ على سبيل المثال المحور الاقتصادي. المحور الاقتصادي له أهمية لا شك وبكل تأكيد، لكن خلينا نقول إنه هناك توازي في النقاشات، الجلسات ستعمل على مدار الساعة في مختلف المحاور الثلاثة. لكن دعنا أقول لحضرتك أنه في توجه داخل مجلس الأمناء على أنه القضايا الملحة التي تهم المواطن ستكون لها أولوية قصوى
في تقديم المخرجات والنتائج. وبالمناسبة هنا أؤكد أن وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تقديم لسيادته المخرجات والنتائج لإحالتها إذا كانت تتعلق بالتشريع إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو إلى الحكومة إذا كانت تحتاج إلى تنفيذ. طبعًا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال كشكي رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.